نحن دائما نقول لبيك يا حسين، نحن دائما نقول نحن حسينيون، وهذه الأربعين تشهد 18 مليون 20 مليون نمشي ومواكب وطبخ. اليوم الحسين غير حسين الأربعين، اليوم الحسين مو بكربلاء، اليوم الحسين بالجبهة. مو دائما إخواني الأعزاء أقول للحسين أنتمي إليك بالدمعة، مو دائما أنتمي إلى الحسين باللطمة، مو دائما أنتمي إلى الحسين بالبكاء، مو دائما أنتمي للحسين بالمشي والعزاء. اليوم الانتماء للحسين بالدمعة والدم، اليوم الانتماء للحسين بالزنجيل والسلاح. هذا هو الحسين. الحسين لم يخرج أشرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت بطلب الإصلاح. ولذلك الإمام الحسين عندما قال مثلي، وأنا هذا أسميه البيان رقم واحد في ثورة الإمام الحسين، عندما طلب منه البيعة يا أبا عبد الله بايع يزيد، قال الإمام ويزيد رجل فاسق فاجر معلن بالفسق والفجور ومثلي لا يبايع مثله. لم يقل أنا لا أبايع بيزيد، مثلي. ونحن ماذا نقول حسينيون؟ اليوم داعش ومن خلفها هي يزيد زماننا. هل نبايع؟ هل نسكت؟ هذه الموصل أمامنا، وهم إخواننا يطرقون الأبواب. عندك ابني الأولى، وصدقوني لولا الرجال وأنتم من الرجال لطرقت أبواب بيوت الكاظمية والشعلة ومدينة الصادق، عندكم نسوان الأولى وكربلاء والنجف. لذلك الحسين اليوم في ساحته كربلاء وليست مدينة كربلاء. اليوم الحسين مو ضريح، وعندما الساحة الجهاد الدم.